لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب الأطعمة في قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة: الأمر الأول النص على المباح، الأمر الثاني النص على الحرام، الأمر الثالث ما سكت عنه الشارع. أولا، ما نص الشارع على أنه مباح. قد نص الشارع ما نص الشارع أنه مباح نذكره في مالي: الحيوان البحري. الحيوان البحري حلال كله، لا يحرم منه إلا ما فيه سم للضرر. في سمكة البحر الأحمر، سمكة ما قد كده فيها سم، خلال 5 دقائق يقتل الرجل البالغ. لو أكلها ربما تكون في أقل من ذلك. فإذا كان فيه أسماك سامة ويعني نحو ذلك مما يؤذي، فهذا الذي يحرم أكله. يقول: سواء كان سمكا أم كان غير أم كان من غيره، يعني السلحفاة البحرية مثلا، لأن السلحفاة البحرية قد تخرج إلى البر لكن عامة حياتها في الماء. أو مثلا ما يسمى ثعابين الماء، هي ثعابين فعلا، هناك ثعابين لكنها تتنفس بالخياشيم كما تتنفس الأسماك. ثعبان الماء معروف أنه يعني يشبه الثعبان، وهو ثعبان فعلا لكنه في الماء. قال: وسواء أصطيد أم ولد ميتا. السمك الطافي على الماء أو أنه مات حتف أنفه ثم أدرك، كالحوت الذي أكل منه الصحابة رضي الله عنهم، حوت العنبر. وسواء اصطاده مسلم أم كتابي أم وثني، لأنه لا يحتاج إلى تذكية، وبالتالي فصيد الوثني جائز لأن الميت منه إيه؟ جائز. وحل لكم صيد البحر وطعامه. إذن ما اصطيد وما ولد ميتا وما كان ميتا، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال: وسواء أكان مما له شبه في البر أم لم يكن له شبه. زي مثلا سمكة تسمى خنزير الماء لأنها تشبه الخنزير، سمكة تسمى فرس الماء أو فرس البحر لأنه فعلا إيه؟ يشبه الفرس، فعلا شبيه جدا بالفرس، وحيوان يوشك أن ينقرض فرس البحر ده. سمكة صغيرة يعني. تنين الماء، كل ما كان كذلك كان له شبه في البر أم لا أم لم يكن له شبه، فكل ذلك حلال. قال: والحيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. قال ابن عباس: صيد البحر وطعامه ما لفظ البحر، طعامه ما لفظه البحر، وما مات فيه ثم إيه فأخرجه البحر. رواه الدارقطني. وروي عنه في معنى طعامه ميتته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟
رحمه الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث حسن صحيح. وسألت محمد ابن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح. هذا يدل على أن ميتة البحر حلال حتى لو استيل بالكهرباء أو البودرة. يبقى أن هذه الوسائل مع حل السمك فيها، هل يحل استعمالها أم يمنع استعمال هذه الوسائل لما فيها من الضرر؟ يعني اللي بيستعمل الكهرباء ده بيموت الأسماك الصغيرة التي لا ينتفع بها يعني بعد صيدها، ويؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية، وقد يؤدي إلى ضرر بعض الناس، صعق بعض الناس. لكن المتفجرات كذلك، يصطاد المتفجرات، يعني ينظر في ضرر درجة الضرر، الضرر الذي يصل للآخرين انه هيعطل مصالح ناس اخرى. السمك الصغير ده بينمو نمو طبيعي ويكون ثروة سمكية في المستقبل، كونه هو يموته بلا فائدة ويضر الناس في المستقبل القريب، هذا يمنع منه من هذا الباب، ليس يمنع منه من باب تحريم الصيد بذا يعني الشيء السمك المصطاد بذلك، سيكون ميتا. وعموما السمك كله سواء صيد أو كان ميتا كله حلال. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن التوضؤ بماء البحر فوسع الجواب لحاجتهم إلى بقية ما تضمنه الحديث. هو الطهور ماء شمل الوضوء والغسل وغسل الثياب والنجاسات وإزالة النجاسات، كل ذلك يتطهر بماء البحر. لو أجابهم فقال: نعم توضأوا بماء البحر، لما استفيد منه كل ما ذكرنا. الطهور ماء أوسع من الجواب على نتوضأ بماء البحر. الحل ميتته ذكرها لشدة حاجتهم إليها لأنهم في البحر، فسوف يجدون سمكا ميتا وسوف يجدون سمكا أو حيوانات بحرية لفظها البحر، فكل هذا هم يحتاجون إليه. فلذلك أجابهم صلى الله عليه وسلم زيادة على ما سألوا، وهذا هو النصح للأمة، والله أعلم. قال: السمك المملح. كثيرا ما يخلط السمك بالملح ليبقى مدة طويلة بعيدا عن الفساد، ويتخذ من أصنافه المختلفة السردين والفسيخ والرنجة والملوحة، وكل هذه طاهرة ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضرر، فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئذ. قال الدردير رحمه الله من شيوخ المالكية: الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر، لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت. يرضخ زي يضرب يعني يتهرى يصبح يعني. قال: والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه، وبعد موت السمك إن ولد فيه دم يكون كالباقي في العروق بعد الذكاة الشرعية، فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك. وإلى هذا ذهب الأحناف والحنابلة وبعض علماء المالكية. يعني بعض علماء المالكية بيقول: لا، إيه، لا يجوز. مع أنه في الحقيقة طالما قلنا بعدم التذكية، عدم احتياج الحيوان البحري إلى التذكية، فالسمك الذي يصطاد لا يخرج منه دمه. وفي الحقيقة من علم يعني الصفة التشريحية لمعظم الحيوانات البحرية يجد أن الدورة الدموية التي يعني فيها محدودة، الدم فيها قليل،
إلا الأسماك التي يعني هي ضمن الأسماك في الشكل، لكنها تضع أو تتنفس الهواء، فكل ما يتنفس الهواء برئتين يكون دمه إيه؟ كثيرا. وعلى أي الأحوال فطالما كان سمكة فإنه الحوت أصلا من الحيوانات التي تتنفس وتلد، وده ثبت أن الصحابة كلوا ميتا والرسول صلى الله عليه وسلم أذن في أكله، فدل ذلك على أن لا يلزم فيه الذكاء ولو كثر دمه، لأن حياته في البحر تجعل في الأغلب العام تجعله يعني لا يعني يضر ما فيه من الرطوبات داخل البدن. الترسة تؤكل أيضا كذلك، ولكن لا يشرب دمها، دم الحيوان البحري نجس أيضا ودم مسفوح، أما الدم داخل العروق فلا يعتبر دما مسفوحا. لا يحتاج إلى ذبحها، ولو ذبحها أجزأ طبعا وأحوط بلا شك. صحيح، تقعد برا المية بالأيام، تضع بيضها ونحو ذلك وتدفنه في البحر في البر، لكنها في النهاية حيوان بحري يعيش معظم حياته في الماء، ولذلك لا يحتاج إلى ذبحها. كلب البحر فيه احتمال، لأنه يبقى أوقاتا طويلة جدا على الصخور ونحو ذلك، فالأحوط في ذلك أن يذبح، لأن هو مسألة أنه حيوان بحري ولا حيوان بري. أما التماسيح فبري وبحري، ولا شك أن هذا لا يجوز أكله، لأن هو يأكل من حيوانات البر ويفترسها. كلب البحر يجوز أكله، وإن ذبح فهو أحوط. مسألة الفسيخ يبقى فيها إن أكثر طرق صناعته لابد أن يتعفن فيها وينتن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد من الطيور: وإذا وجدته قال يعني إذا غاب عنك ثم وجدته فكله ما لم ينتن، كله ما لم. فأكل المنتن على ظاهر هذا الحديث لا يجوز. وقد ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من إهالة سنخة، سنخة يعني متغيرة بشيء من بدايات التعفن أو النتن، فثبت بهذا أن النتن على درجات، فما أنتن وأدى إلى الضرر، أنتن نتنا شديدا وأدى إلى الضرر يمنع منه، وما كان شيئا يسيرا في بداياته لا يضر فإنه يجوز أكله. فالسمك المملح هو الفسيخ خصوصا اللي هو بينتن، ينظر في درجة نتنه وضرره، فإذا كان نتنه شديدا جدا مليء بالجراثيم والميكروبات بسبب شدة النتن سيكون ضارا فيمنع من أكله بهذا الاعتبار، وأما غير ذلك فهو يعني قد يكره لخوف الضرر منه. المصنوع بطريقة ليس فيها نتن، لكن طبخ مثلا ثم تمليح شديد بسرعة لا يؤدي إلى النتن، هذا لا يكره على أي حال. قال: الحيوان يكون في البر والبحر. قال ابن العربي: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه، لأنه تعارض فيه دليلان، دليل تحليل ودليل تحريم، فنغلب دليل التحريم احتياطا. كقاعدة هو كذلك، الحيوان البر مائي كما نسميه كالتمساح كالضفدع هو الحيوانات التي تعيش بين الماء وبين البر، أما الذي يعيش معظم حياته في البر فهو بري،
والذي يعيش معظم حياته في البحر فهو بحري. قال: أما غيره من العلماء فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته ولو كان يمكن أن يعيش في البر، إلا الضفدع للنهي عن قتلها. عن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنهما عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الحاكم وصححه الشيخ الألباني. المنهي عن قتله لا يحل أكله ولو ذكي، لأن التزكية قتل، قد سبق أن ذكرنا هذا المرة السابقة، التزكية قتل، ولكن قتل معين، لكن داخل في عموم النهي عن القتل. فالسرد، الهدهد، طيور نهي عن قتلها فلا يجوز أكلها، لا تصح تزكيتها، والمأمور بقتله لا يصح أكله على الصحيح. التمساح ذو ناب وسبع يعتدي على يأكل الحيوانات يعني البرية، فهو الصحيح عدم جواز أكل. حد سمع مني مسألة دي قبل ذلك؟ أنا لا أتذكرها، أن جواز أكل التمساح أنا لم أقل به. علوم هو متردد فيه مسألة اجتهادية. سمك القرش سمك قولا واحدا، سمك القرش بيعتدي على ما يكون في البحر، ولكن لا يسمى سبعا يعني الذي، لأن لفظ السبع الذي في عند العرب هو ما كان على البر، أما ما كان في البحر فما كان من أسماك مفترسة فإنها يجوز أكلها ما لم تكن ضارة. الحلال من الحيوان البحري. قال: الحلال من الحيوان البري، الحلال من الحيوان البري، الحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي: بهيمة الأنعام، يقول الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قال: وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر ومنه الجاموس. بإجماع العلماء أن الجاموس نوع من البقر، هو والبقر من جهة الحكم، حتى في الزكاة يجمعان معا. والغنم ويشمل الضأن والمعز، ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش، يعني لو في إبل وحشية غير مستأنسة، والظباء اللي هي المعيز الوحشية. يعني ايه وحشية؟ مش متوحشة، يعني مش بتاكل الناس، غير المستأنسة التي لا تسكن مع الناس. قال: فهذه كلها حلال بالإجماع، زي الغزلان مثلا، الظباء، يعني كل أنواع الأيل، التيس، كل هذا كله يجوز. وثبت في السنة الترخيص في الدجاج، رواه البخاري ومسلم. أظنهم يقصدون حديث ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، فالدجاج يؤكل. ها؟ حديث أم شريك، بس ده كان في البخاري ومسلم، ثابت الحديث في أكل الدجاج. والخيل، حديث: ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه.
ذبحنا فرسا فأكلناه. يرى الإمام مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة، أن الخيل مكروهة، لأن الله تعالى ذكرها وبين أنها معدة للركوب والزينة ولم يذكر الأكل، مع أن الإمام مالك لا يحرم الحمار الأهلي ولا البغل، وده من العجب أن هو لا يحرم ذلك لأنها ليست من الأربعة المنصوص عليها: قل لا أريد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزيرا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، ولا يحرم كل ذي نب من السباع، فلا يحرم أكل الكلب ولا القطة ونحو ذلك. عشان كده بقى البعض يقول لك ناخد المذهب الإمام مالك ويأكل لحم الحمير. لكن الذي لا شك فيه أن الحديث مقدم، طالما ثبت في الحديث إباحة أكل الخيل وأنهم ذبحوا فرسا فأكلوا دل ذلك على الجواز. رواه البخاري. كل أنواع الحصنة، الآية دي عامة وباقية إلا أنها قد خصصت. لا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه، في هذا الوقت لم يكن حرم شيء، ثم أوحي إليه تحريم الحمار الأهلي، ثم أوحي إليه تحريم كل ذي نب من السباع. عشان كده رسولنا في الموضوع ده قال: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي نب من السباع. قال: والضب والأرنب. الضب حيوان من القوارض يشبه الفأر وليس به، وأكلته العرب. والأرنب أيضا من القوارض، والنبي صلى الله عليه وسلم كره أكل الضب وأكل على مائدته، فدل ذلك على جوازه. وأنهم وأيضا ثبت أنهم اصطادوا أرنبا فأكلوا. ها؟ ضب زي السحلية من القوارض. الحمار الوحش والحمار الوحش طبعا ده حديث ثابت، انا ما عرفتهاش ولا ايه. وحمار الوحش والضب والارنب، حمار الوحش رواه البخاري ومسلم، حديث الصعب بن جثامة في الذي اصطاد لحم حمار وحشي ورده النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم، قال: إن لم نرده عليك الا لانه حرم. وابو طلحه ابو قتاده اصطاد لحما اصطاد حمار وحشي حمار وحش ولم يعن عليه احد من المحرمين، ولم يشر إليه ولم يشاركه فيه ولم يكن محرما، وأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والضبع. الضبع ثبت فيه أنه فيه في جزاء قتل الصيد، والذي في نفسي يعني ما أخبرنا به الشيخ أحمد حطيبة أنه بعد البحث في الموسوعات أنه وجد نوعا من أنواع الضباع يتغذى على النباتات، أما الضبع المعروف في الحيوان فهو ذو ناب وهو يفترس الحيوانات الصغيرة، وإن كان معظم أكله ميتات إلا أنه بالفعل كما هو معلوم ومشاهد يفترس الحيوانات الحية. ولذلك في اعتبار ان هذا الضبع المعروف الذي له ناب ويفترس الحيوانات هو المأذون فيه، يعني الله اعلم، الذي اراه انه نوع من الضباع كان منتشرا في يعني ذلك الوقت وهو موجود يعيش على النباتات، هذا هو الذي يجوز. قال: والجراد. احل لنا ميتتان وذمان. السمك والجراد أحل لنا ميتتان، السمك والجراد. وثبت أكل الجراد في عند النبي صلى الله عليه وسلم،
والعصافير أيضا يجوز أكلها لأنها من الطيور التي يمكن أن تذكى ويمكن أن تصطاد. عن عمر بن الخطاب فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الضب فقال لا تطعموه وقذره. وقال عمر بن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، إن الله ينفع به غير واحد، وإنما طعام عامة الرعاء منه، عامة الرعاء منه اللي بيرعوا لأنه ده الموجود في الصحراء، ولو كان عندي طعمته. وقال ابن عباس رواية عن خالد بن الوليد أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالته ميمونة بنت الحارث فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءها مع قريبة لها من نجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا حتى يعلم ما هو، فاتفق النسوة ألا يخبرنه حتى يرينا كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه، فلما أن سأل عنه وعلم به تركه وعافه. فسأله خالد أحرام هو؟ قال لا، ولكنه طعام ليس في قومي فأددني أعافه. قال خالد فاجتررته إلي فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وروي عن عبد الرحمن بن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع آكلها؟ قال نعم. قلت أصيد هي؟ قال نعم. قلت فأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه الترمذي بسند صحيح. وممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي وأبو يوسف محمد وابن حزم. قال الشافعي فيه إن العرب تستطيبه وتمدحه ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير. ويرى بعض العلماء أنه حرام لأنه سبع، ولكن الحديث حدة عليهم طالما احتمل الاشتراك في نوع آخر فلا يكون حجة. وذكر أبو داود وأحمد أن ابن عمر سئل عن القنفذ فتلا قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال. هذا الحديث من رواية عيسى بن نميلة وهو ضعيف. قال الشوكاني فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة، بناء على ما قاله الشوكاني يكون أكله حلال، الراجع يعني يكون أكله حلال. حديث ضعيف فعلا فلا يصلح للتحريم. قال مالك أبو ثور ويحكى عن الشافعي والليث أنه لا بأس بأكله لأن العرب تستطيبه ولأن حديثه ضعيف وكرهه الأحناف. سبق أن قلنا أن مسألة الخبر عن العرب أنها تستطيب أو تستقذر لا يصح أن يعتمد على غير معينين وبلا أسانيد عمن ينقل من العرب. من الذي قال أن إذا استطابته طائفة واستقذرته طائفة كما ذكرنا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، أن كل ما أحله الله فهو طيب وكل ما حرمه فهو خبيث وكل ما يضر فهو خبيث، ولا يلزم من ذلك أن يرد الأمر إلى ما تستطيبه العرب كما ذكرنا، نقل عن غير معلوم، نقل عن مجاهيل وبلا أسانيد، فلا يصح أن يكون هذا دليلا للتحليل والتحريم. لكن الأصح أنه هو
جائز أكله لعموم الدليل كما قاله ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه لما سئل استدل بماذا؟ استدل بعموم الآية، ولم يستدل بأن العرب تستطيب. كره الحناف. وقالت عائشة في الفأرة ما هي بحرام، وقرأت قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. الصحيح أن الفأرة لا يجوز أكلها، وكل ما أمر الشرع بقتله، فالخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم أمر الشرع بقتلها، وهذا كيفما تيسر. ولو كان يمكن الانتفاع بها بالأكل لأمر الشرع بتذكيتها وذبحها، فإذ لم يأمرنا الشارع بذلك دل على أنها لو ذكيت لم يكن تذكية لها، لأن الشرع أمر بقتلها فلا منفعة فيها. كل ما هو فأر، الفران البيضة دي أصلا خنازير. بس الله أعلم بقى هي من فصيلة الخنازير ولا من فصيلة الفئران. وعلى أي حال فالفئران لا تؤكل، والخنازير بالأولى. هو بيسموها الخنزير الغني، غينيا بيجز، دي اللي بيجروا عليها معظم التجارب، أنسجتها فيها شبه يعني. ها؟ غير الفرق جميعا. أنواع الفئران تقتل الفأرة، ولذلك لا يحل أكلها. وعند مالك لا بأس بأكل خشاش الأرض حشرتها مع قاربها ودودها، عشان بيعمم العموم. احنا بنقول كل ما أمر بقتله يبقى ليه العقرب يجي لا يجوز أكله. وكذلك قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقل الذباب إذا وقع في الإناء، وهذا يتضمن قتل له، أمر بقتله يعني، ولم يأمر بأكله وأمر بإلقائه. فالصحيح أن الذباب ومثله الحشرات الأخرى لا يجوز أكلها. هو ده الضب. ها هي تانية؟ شبه الأرنب بس صغيرة، بس ملوش ديل وما لهوش ديل من ورا. مش فار. لا لا لا. شبه الفار بالظبط بس شبيه جدا. بس هو أرنب بين الظاهر والأرنب. جميع الحيوانات اللي مش منصوص عليها الأصل فيها الحل. عندما قال ولا بأس بأكل فراخ النحل، اللي هو بيبقى فراخ النحل يعني النحل الصغير اللي موجود في العسل. الأصل أن النحل إذا كان حيا لم يجوز أكله، لأنه ينهى عن قتله. نهى مرسام عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، فهذه الأربعة لا يجوز قتلها فلا يجوز تذكره. أما إذا كانت ميتة فهذا مما لا نفس له سائلة، دود الجبن والتمر ونحوها ونحوه. قال القرطبي وحجته قول ابن عباس وابي الدرداء ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. قال أحمد في الباقي اللاء المدود، الدود بقى في دود بقل يعني فول مثلا، تجنبه أحب إليه، وإن لم يستقذر فأرجو، لأنه لا يكون في أكله بأس. طبعا دي مشكلة تشق جدا، السوس بتاع الفول، الفول مليان سوس، فالناس تعمل في السوس ده يعني لو قلنا حرام يبقى الفول هيحرم ولا يكاد يخلو من ذلك. والصحيح أنه هو إن ألقاه فهو أفضل، ولكن ليس هناك دليل على تحريمه. وإن الدبان علشان هو أمر به
بإلقائه فليغمسه فيه ثم لينزعه. وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس منه وينقيه. قال ابن قدامة وهو أحسن أن يفتشه يشوف لو لا ده فيه ضد سوس يعمل إيه ينظفه ويزيله. ويرى ابن شهاب وعروة والشافعي والأحناف وبعض علماء أهل المدينة أنه لا يجوز أكل شيء من خشاش الأرض وهوامها مثل الحياة والفأرة وما أشبه ذلك، وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله. الصحيح قال كل ما وجب قتله، ولا تعمل الزكاة عندهم فيه، هذا الصحيح. وقال الشافعي لا بأس بالوبر واليربوع، حيوانات صحراوية من القوارض. وفي أكل العصافير يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها. قيل يا رسول الله وما حقها؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها. رواه النسائي بإسناد ضعيف. وأكل بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم الحبارى طائر، رواه أبو داود والترمذي. والعموم يدل على جواز أكل الطيور المختلفة إلا الغراب والحدأة وكل ذي مخلب من الطير، وسيأتي فيما نص الشرع على تحريمه. قلنا الهدهد والسرد والغراب والحدأة. الهدهد والسرد عصافير أو في حجمها طيور يعني صغيرة الحجم قليلة الغناء لا تغني شيئا، منهي عن قتلها، فالذبح يشملها والصيد يشملها. يشمل ايه؟ يشمل انها تقتل، يبقى قتلها يبقى وقع في النهي. اذا التذكية لا تؤثر والصيد لا يؤثر في علها، والغراب والحدأ لانهما امر بقتلهما فالتذكية لا تؤثر. وما سوى ذلك فالأصل فيه الحل كما ذكرنا. وقل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.